النشرة الفلكية. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة مع فقرتكم النشرة الفلكية، ومن خلالها نرحب بضيفنا الشيخ سلمان مجبر الثاني، رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ سلمان. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبتين، حياكم الله، مبارك عليك الحياة. الله يحييك، الله يبارك عمرك إن شاء الله. سلمك وحييك إن شاء الله. السالفة القمر يقول لا تغى عقرب وصايدة خسوف و... خرافات، الله يسلمك يا أبو الجين. عند كل الشعوب وعند كل الحضارات كل كان يطلع له الله يسلمك بشيء من الأفكار هذه. زين. وكل كان يحلل ويطلع بقصص وخرافات وذي. نعم. ولكن أقرب قصة اللي هي مرت علي الله يسلمك لما قريت عن اللي هو بدو العراق، إنه يوم قاله والله يسلمك إنه إذا صار الخسوف يتمون يضربون، يقولك بالدفوف والأمور هذه كلها، وخصوصا إذا صار شهر رمضان، خوفا إنه رمضان يستمر الدهر كله. والله أقرب ما قريت، أقرب ما قريت هذا كتاب قريته حق عن بدو العراق والجزيرة العربية عيون الرحالة. سجله أحد الدكاترة الدكتور علي العفيفي. عفيفي، وسجل ما سجله الرحالة اللي مروا في العراق ومروا على الحضارات كلها وشاف الحضارات المختلفة. أنت تعرف من الجنوب إلى الشمال فيها كذا حضارة وكذا تفكير وكذا نظرة. فكان هذه أغرب قصة مرت عليه. يعني أنت تتوقع الخرافات من عند الغير مسلمين، لكن لما تيجي عند المسلمين وتلاقي شيء بالذات يمس شهر رمضان المبارك كان شيء غريب جدا. يعني شيء غريب. الخسوف صار خسوف جزئي للقمر. اي نعم، الله يحفظك. امس كان الخسوف بدا تقريبا الساعه 9:15 واستمر الى تقريبا الساعه 1 بعد نص الليل، واختفى جزء من القمر. كان يمكن الكثير شاف الشيء هذا حروه الساعه 11:15 في الليل. فظاهرة يعني طبيعية، وما في داعي حد يطلع ويكثر ويقول والله زادت ظواهر الخسوف والكسوف، لا طبيعية جدا وتحصل كذا مرة في السنة. وبالنسبة للشمس والبقعة الشمسية؟ بالنسبة للشمس البقعة الشمسية الأسبوع اللي راح شفنا فيه هدوء في عدد البقعة الشمسية، طبعا فاجأ الجميع كلا، يعني الكل تفاجأ بعدد البقع الشمسية، إن شبه يعني الشمس كانت هادئة ما عليها أي شيء، ولكن طبعا تفاجأنا إن بعدها على طول ظهر الله يسلمك ثقب في الطبقة الإكليلية للشمس، وهذا الثقب يفتح مثل ما تقول مجال حق رياح الشمسية تجينا بسرعات أعلى، فسجلت سرعات لحد الآن 500 كيلومتر في الثانية، وهذا طبيعي جدا. يعني إذا تذكر تحدثنا في الماضي بال 700-800 كيلومتر في الثانية، فهذا طبيعي جدا. يعني فحبينا نوضح المعلومة عشان ما حد يأخذها ويبدأ يبالغ وتعرف البلبلة اللي تحصل مع الأحداث هذه. الأحداث الفلكية إن شاء الله على الأسبوع الجاي، خلال الأسبوع هذا إن شاء الله. طبعا اليوم إحنا عندنا اللي هو الأول من طالع السماك الأعزل، والسماك الأعزل اللي هو نجم من نجوم كوكبة العذراء، معاه طبعا يعتبر احنا في هذا ثاني طالع في الوسمي، والنجم دي لامع جدا، يعني الصبح لو مع قبل شروق الشمس شوي يبين في الافق الشرقي، مع شروقه طبعا كون عدينا 13 يوم من دخولنا الوسمي، والله الحمد الله انعم علينا بالامطار خلال الاسبوع الماضي، وان شاء الله ايضا توقعات ان شاء الله خلال الاسبوع هذا، وهذه الامطار اللي هي دائما نفرح فيها لما تكون خلال أيام الوسمي لأن هي اللي تطلع الربيع. عندنا أيضا الليلة بنشوف الله يسلمك بعد شروق القمر، بنشوف على يمين القمر مثل نجم لامع جدا، هذا اللي هو كوكب المشتري. كوكب المشتري بيكون 5 درجات إلى يمين القمر، يرى بالعين المجردة وحتى بالدربين. بكرة المنظر الأجمل، يشرق القمر وعلى رأسه الثريا، تشوف القمر بعد شروقه لو ركز بتشوف فوقه الثريا مثل علامة الاستفهام، منظر جميل جدا وحلو للي يحب التصوير. أيضا خلال الأيام هذه اللي بيكون في البر، يعني بعد 2-3 بتبدأ القمر يتأخر في الشروق، فبعد غروب الشمس بعد ما ظلم الدنيا لو شاهد فوق راسه بشوف مربع من النجوم، 4 نجوم، هذا اللي يسمونه كوكبة الفرس الأعظم. البعض يسأل كيف نتعرف عليها، سهلة جدا،
يعني أساسها الأربعة النجوم اللي على شكل مربع بتشوفها عمودي على الرأس. فهذه الله يسلمك حتى تتعرف على بعض الأبراج خلال الأيام هذه، خصوصا أنه الليل سنة صافية والجو جميل جدا الآن، وتقدر تكون بره وتستمتع أكثر وأكثر. فإن شاء الله هذه أحداث الفلكية خلال هذا الأسبوع. في ختام هذه الفقرة نشكر الشيخ سلمان بن جبر الثاني رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك على ما قدمه لنا من معلومات وإفادات حول أبرز الأحداث الفلكية خلال الأسبوع. بإمكان المستمعين الحصول على المزيد من التفاصيل المتعلقة بعلم الفلك، وذلك من خلال متابعة حساب الشيخ في إكس وأيضا قناة مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك على موقع اليوتيوب. جزاك الله خير الشيخ سلمان.